ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لا يصدق شوفوا الروينة اللي دارها طالب طب. شهدت مدينة سيدي قاسم الهادئة واقعة يصعب تصديقها بعدما ضبطت المصالح الأمنية طبيبا مزورا ظل يزاول المهنة لسنوات بالمدينة. وحسب ما أفادت به مصادر محلية فإن السلطات الأمنية تلقت إخبارية تؤكد أن طبيبا يزاول عمله داخل عيادته بقلب سيدي قاسم لا يتوفر على شهادة الدكتوراه في الطب التي تؤهله لممارسة المهنة. الإخبارية حركت رجال الأمن حيث تمت مداهمة العيادة والتحقيق مع الطبيب ليتبين بالفعل أنه مزيف وأن الأمر يتعلق بطالب سابق لم يكمل مشواره الجامعي بكلية الطب. هذا وقد جرى اعتقال المتهم حيث مثل أمس الاثنين أمام النيابة العامة المختصة والتي ستحسم في مصيره.